اي شخص تعبان مجرب يجي يقول له يا رب يعني انت مش قادر تريحني، يبقى هنا بيتهمه في ايه؟ في القدرة. او يقول له اللي انت بتعمله فيه ده غلط، هنا بيتهمه في الحكمة، كأن ربنا غلطان في احكامه. يقول له في ناس تانية اوحش مني كان المفروض يحصل لها كده، كده طلعت ربنا ما بيفهمش، او طلعت ربنا ما بيقدرش. لا، ربنا يقدر وعارف بيعمل ايه، كلي القدرة وكلي المعرفة. فالشاطر اللي ما يتشككش في دي، ما تسيبش وجعك او تجربتك توصلك انه هو ربنا مش قادر. لا قادر طبعا. طب هو ربنا مش عارف؟ لا عارف طبعا. طيب امال ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ يبقى عشانك، يبقى مصلحتك، يبقى انت اللي مش قادر وانت اللي مش عارف، مش هو اللي مش قادر وهو اللي مش عارف.